طيب هو طبيا باستثناء بقى اللاعب احمد فتوح، نيجي في المجال الفني زي مغنيين وممثلين بيقول لك احنا بناخد او المواد المخدره. انا طبعا انا مش بعمم طبعا، ولكن هي فكره او كلام ما بين في الوسط نفسه بيقول لك ان هم بيلجأوا للتعاطي من اجل ان هم يحموا الاداء، من اجل ان هو يعمل حفله رائعه على المسرح ويقدر يتفاعل مع الجمهور. بص، هل المواد المخدره بتوصلوا للناس؟ هو ما بياخدش مواد مخدره، هو بياخد مواد منبهه. اللي بيعمل كده ما بياخدش مخدر، ياخد منبه. منبه يعني ايه؟ يعني ياخد حاجه تدي له طاقه تسخين، يعني وتدي له طاقه وتدي له نشاط وتدي له قدره على انه يترقص على الستيج ويروح ويجي ويبذل مجهود ويعلي صوته ويوطي صوته ويتحرك بسرعه ويجري وحاجات كده زي المهرجانات اللي بنشوفها. فتلاقي منهم ممكن يتعاطى حاجه منبهه وليست مخدره. مخدره تخليه يبقى هادي. طبعا اللي هيعمل الهيصه والحاجات دي مش محتاج يبقى هادي، محتاج يبقى هايبر. فياخد حاجه منبهه، ودي طبعا منبهه دي يخش تحتها الكوكايين، يخش تحتها الشابو او الايس او الكريستال، كلها مسميات واحده. يخش تحتها الترامادول. لا، الترامادول ماده مسكنه قويه ترقى الى درجه التخدير، لكن الترامادول بالذات هم بيقولوا عليه منشط، ودي معلومه خاطئه، لان الترامادول ليس بمنشط، هو مسكن قوته قد ترقى الى درجه انها تبقى مخدر، لكن ليس بمخدر. بس هو ليبيا بيقول عليه منشط، لان اللي بياخد الترامادول يقدر يشتغل 16 ساعه من غير ما يحس بتعب. هو مش نشاطه، هو خبى الالم بتاع التعب اللي بيحصل لاي حد بعد 6 ل 8 ساعات من اي مجهود بتعمله. طبعا لما بيخلص مفعوله هيضطر، هيحس بوجع جسمه، هيضطر ياخد تريت رامادول، هيحس بيه مضاعف. مضاعف طبعا، هيضطر بقى يتبادى في الجرعه، هيحس بالتعب بتاع بعد 6 ساعات ولا 8 ساعات، والتعب اللي بعد ال 8 ساعات التانيين مضاعف، فبالتالي هيحس بتعب جامد جدا، فيضطر ياخد. عشان بقى هنا بقى ياخده ليه بقى؟ عشان يسكن الالم. طب تضاعف الجرعه بقى وان هو يستمر عليه، اضراره ايه؟ بيوصله لحد فين؟ ما هو غصب عنه خلي بالك الدوز بقى بيفضل يفضل يعلي في الدوز. ما هو عاده الجرعه لازم تزيد. ليه؟ لان هو لما بياخد جرعه في الاول بياخدها لسبب ما بقى، انه عايز يتنشط، اي سبب من الاسباب اللي احنا قلناها. لكن بعد فتره الجرعه ديت عدم وجودها في الدم اللي اعتاد الجسم عليها هيخلي الجسم يشتكي في صوره ايه؟ أعراض انسحابية، مغص، ألم في الظهر، في المفاصل، في العضلات، مش قادر يتحرك، حاسس بضعف، إسهال، قيء، كل ديت أعراض انسحابية تروح أول ما ياخد الجرعة. بس لو خد الجرعة اللي هو معتاد عليها ممكن ما تجيبش نتيجة، فيضطر إن هو يزود الجرعة، مش عشان ينبسط أكتر، لا، عشان يقلل الأعراض. ومن هنا تيجي الدايره والعجله بتاعت كل شويه هزود كل شويه هزود. وده ينطبق على الترامادول، ينطبق على الهيروين، ينطبق كل المواد المخدره، الى ان يصل الى مرحله يتوقف فيها القلب عن العمل ويتوفى وهو اثناء تعاطي الجرعه. هذا الشخص لا يقصد ان هو ينتحر، هو يقصد تسكين الالم، لكن الجرعه عدت منه الى درجه ان لم يتحملها الجسد وما زال الالم موجود.